في الكونفشن روم. حياك الله يا ركان، حياك الله يا عمر. الله يحييك ويبقيك. يا ليت ترفعون الصوت، منورينا. نورك يا ابو عبد الله. مرحبا. دقيقه بس، دقيقه. انا كتبت محاور عديده، كاتبه في جوالي. دقيقه شباب، بس عند علي بيكمل نقطه. من الطرق الغير جيده برضه كذلك، في امس عاد طريقه الفكره المحاكمه، الفكره وش اسمها، المفتش امس، المفتش عاد الفكره يمكن 3000 مره. فاهمين؟ ردوا وراي. فاهمين؟ مركز صيفي حنا. ماني مرد عليك يا اخوي، ماني براد. وش تبي؟ ايش الاسلوب هذا؟ يعني مهما كان وجهة النظر والاختلاف بيني وبينك، لا أستصغرك، لا أحسسك أنك طفل أمامي. عيب أمامي هذا الرجل، تمام؟ حضر من بيتهم، أخطأ، أحسن، ظهر بمظهر سيء، ظهر بمظهر حسن، هذا يمثله شخصيا، أوضح أنا على الشاشة فقط، لكن ما أحجمه. هذه النقطة. طيب، يعطيك العافية ركان. كيف حالك يا ركان؟ خير، الله يعافيك. عسى الأمور هادية ان شاء الله باذن الله. ركان، اليوم اعلنت قرارك ان اذا استمر قرار فالح بانك تدخل برايم ستنسحب من البرنامج. لان الضعف ما حطها الله، الضعف ما حطها الطيب سبيل الله. طيب، انت عارف انك موقع على عقد، وان اذا انسحبت هناك اجراءات ستكون ضدك، مبلغ مالي. ما هي مشكله، ما عندي مشكله. طيب ركان، وش السبب؟ ليش هذا الاحتقان منك الزايد؟ يعني هل ترى ان في ظلم قوي؟ هو يا ابو عبد الله، ما هو باحتقان زايد كثر ما هو، ولا نبقى الى الظلم ان شاء الله، لان الفالح ان شاء الله باذن الله ان يكرم من الظلم، لكن قراراته جدا 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 اخطا فيها ولا اصاب فيها. يعني سالفه استبعاد على او برايم على شيء ما هو مبين، وشيء ما شافه، وشيء ما هو بواضح، هذا تحتها خط احمر كبير بعد. وسالفه عمر عليه خصم بعد 1000، هذا عليه بعد 100 خط احمر. سافت من؟ عمر، يقصد عمر. عمر يوم خصم عليها 1000، هذا عليها خط احمر بعد. ركان، بس ناهيك بعد على محمد الزعيزي 300. لا تتكلم عن زملائك. انا اتكلم بشكل عام، يعني انا ما اتكلم عن احد من اخويا، بس اتكلم لكم بشكل عام. انت عندك شاشه؟ مالك لوه؟ ما عندي شاشه. حلو، ممتاز. عشان نسمع الصوت ونوضح مع بعض. ما كان في جيبك البارح، هل هو سندويش بيض جبن؟ لا، سندويش جبن. سؤال اسال، جاوب ايه ولا لا؟ لا تهكم يا ركان، لا تكلم جدي ركان. انا معاك يا ركان، بسالك وجاوبني. جبن بالعسل. جبن بالعسل، حلو. لما الرجل يقول لك في جيبي جبن العسل، ما هو الدليل ان في جيبه جوال؟ ما هو ما في دليل. امس يا اخي ما اكلمك، ما يكلمك ركان. دقيقه، الحين في حوار بيني وبينه. بينك وبينه؟ إيه، احنا ندافع عنك الحين. ترى عندك شاشه، فهمت ايش اقصد. احنا اول مره نزل اخلاق، ندافع عنكم اليوم. يلا اهدى عشان ما اقول دخل عليك بكم شغل. بالتوفيق. بالتوفيق. هل الان جاوب، قال في جيبي سندوتش عسل جبن، وش الدليل انه جوال؟ لا، انا ضد، انا اكثر واحد ضد الجوالات في برامج جوال. بس ما في دليل، ما في شيء واضح. ما في، لو في دليل واضح والله لا طلع صح، ولا اقول هذا جوال حقيقي وهذا فعلا. لكن طيب، ممكن ان الرجل داس له خبزه تحت بياكل الحاله، ما تدري، ما لك دخل. لا بس في لا نخفي، المقطع فيه ريبه، حط تحت خط، لكن لا يصل الى مرحله الاتهام والجزم والخصم. المقطع فيه ريبه، في شك، ممكن كانوا يا اخي. طيب ركضت عمر هذال. طيب حاله حفله. طيب خلاص، اوكي، عاد ان عمر سوى كذا دبل كيك ورجع بسرعه. انا عارف هذا المولد عطى. ايوه، ممكن سؤال، ممكن انهم، خلنا اضرب لك يعني خطأ فادح جدا، ممكن بغي يهربون، يمكن عمر كان بيطل مع الباب بيشوف فيه أحد وبيحط السلم وبينقز فوق. طيب ليش تحط افتراضات عمر معنا؟ خلنا نسمع من عمر، أمس ترى ما أخذوا راحتهم في الكلام. أنا أفترض الآن عشان أفهم من الشباب. لا تمهد له، خلي نسمع. تفضل يا عمر. يلا عمر، عطنا اللي عندك. عمر، وش اللي كان في مخباك وخدت وضعية فهد المولد؟ أول شيء مساك الله بالخير يا أبو. مساك الله بالنور، حياك. أتمنى يا منك بس دقيقة بس أوضح اللي عندي في هذه الفسحة. مساء الخير بعد على اللي خلف الشاشات. انا اللي يمكن اسبوعين وانا امر في ضغط غير طبيعي، انا وراكان، جوال طرح الجوال، وين الجوال، حط الرمز، ود الرمز، اسلوب ضغط نفسي. وحنا ما جينا هنا الا حصن في ملز حصن، ونبي نطلع ان شاء الله مع الرجال، لكن اسلوب الضغط هذا اللي يطلع الرجال من طوره ويطلعك بشكل مو بزين عند المشاهدين، اللي نحترمهم احنا ونقدرهم، ولا ندري نطلع الا بشكل شيء زين. واذا كان فالح يبي يسوي الشو، هذا مو بشو، هذا شوربه بيسوي هذا على 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 حسابنا، فهذا شيء اذا عكس ذلك هذا شيء يضره. ما يعني ما لا اترك عنك فالح، انت تكلم عن نفسك. طيب انا اتكلم عن نفسي، واللي في جيبي برضه كان سندويش بيض بالجبن. ممتاز. طيب عمر، عجبتني عمر. شطه ولا بدون؟ ايه،
سم مقلي ولا بدون؟ انا بشطه يا اخي، تبع عندي يا اخي انا اقوى. خلينا نشوف انا اقوى شطه ولا ايش قلت انت؟ مقلي مقلي ولا مشوي؟ ما ادري ولا مقلي ولا مقلي. مشوي مشوي يا حبيبي. خلاص اخوي كمل يا اخي، الله يشفيك. كمل يا عم، تفضل. والضغط النفسي هذا والله نمر فيه لنا شهر، فعشان كذا اذا كان الاسلوب هذا بيستمر، وين الجوال؟ حط الجوال، ود الجوال، حط رمز الجوال، يشوفكم في الجوال، وين الجوال؟ يا اخي انا لو اني معي جوال، حتى لو معي جوال ماني يعني غبي لهالدرجه اني ادخل عند غرف المتسابقين واحط يدي على مخباي. انا اقول لهم ما معي جوال ولا اطلع على الجوال، واذا وجدت مقطع يثبت ان معي جوال انا اطلع من الان، حق له استبعادي موقع على عقد، اذا معي جوال استبعد ولا يلحق الاداره اي شيء. طيب عمر سؤال بس، عمر احنا نبغى نثبت المقطع هذا، اصبر مستقبلا لو صدنا معك جوال. لا لا ما ما نقدر، انا ما اقدر اصبر يا انا مالي في حاجه الجوال يا علي. عمر انا اسال سؤال، تفضل. احنا نحب الاستفهامات اجاوب عليها. مستقبلا لو صدنا جوال مع عمر، هل نمسك المقطع نقول عمر قال استبعدوني؟ نعم، وانا اقول لك بعد الحين انا مالي في حاجه جوال. انا جالس هنا أقدم، أنا جاي هنا ما هو عشان أطقطق في الجوال، عشان أقدم اللي عندي، عندي محتوى. المشكلة يا عمر أنك كل ما حاولت أنك يعني تكون مثلا محور أساسي عندنا عشان ننتقدك جالس تبدع. كل ما نحاول يعني اليوم صراحة جمال عظيم جدا، وشكر فريق دعمك صح ولا لا؟ إيه هذا فريق دعمك، شكر عظيم صراحة. أنا من الحماس بغيت ألبس فنين البيض وأجيكم. لا 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 لعبنا يا ويلك ويلك، والله إني استأنست على الشاشة وجمال عظيم ظهر على الشاشة، وشكر عظيم لك لأنه ظهرت بشكل جميل. فكرة لأول مرة تطبق حلوة، ظهرت لنا بشكل قالب لطيف، لعبتوا مع بعض، كنتوا كسرتوا الروتين 17 يوم ماضية في جلوسكم مثلا في المجالس الداخلية والمجالس المكيفة إلى جلسة خارجية ولعبة حركية، وبرضه كذلك كملتوا إلى طريقة أخرى وتقهويتوا برا. شكرا على عصرية ممتعة مختلفة إلى الآن. الله يطول أتمنى عمرك. أن يكون موضوع تصاعد يا عمر. الله يطول عمرك يا علي، وهذا كلام طيب من واحد طيب مثلك، يقول الحق ولا يخاف. تستاهل تستاهل يا عمر. والشيء الثاني، لولا أخويانا كلهم 23 ما نجحت هالفقرة. صحيح، لكن التعاون وإن على قلب واحد هذا اللي بنجح البرنامج، وبننجح حنا وبننجح الإدارة وبتنجح القناة. لكن إذا راح التعاون هذا بين العيال بالضغوط النفسية اللي جالسة تصير، كل شوي جاينا فقرة، كل شوي جاينا خصم، كل شوي يا أخي يصير الواحد يخاف إنه يقول كلمة في البن. عمر أنا صراحة أشكرك وأثني على كلام علي، رغم الضغوط أمس والقرارات، إلا أنك طلعت بشكل مميز اليوم. الحمد لله، بيض الله وجهك وجهك. وأيضا لزملائك يعني أكيد تعاونكم جميع نجحت فقرة، لكن عمر إحقاقا للحق يعني عشان ما نقعد نقول أنك تدعي المظلومية الآن وأنتم من البداية وأنا جوال. عمر كان في البداية في جوال مع ركان واعترف فيه في لقاء سابق معنا في الرادار اللي هو مسألة التضغيط، فلا تقول أنتم حاطين تحت الضغط. إحنا أحيانا ندردش معك سوالف، مو معناته إني إذا سألتك إني أتهمك، لا، بس هذه تساؤلات احيانا تطرح من الاستاذ علي، احيانا مني، احيانا من الجمهور، احيانا من الاداره، فمن حق الجميع ان نطرح هذا المحور ونتناقش فيه. صح يا ابو عبد الله، انت انا اعرف رجالا حقاني، وتقول الحق وتقول للمخطئ اخطيت، لكن وانا اخوك انا اقول لك واقول لعلي واقول للاداره رساله واحده، لا تدور زلتي وانت خابرني كافه. الله عليك. طيب ركان، انا والله بتعب وانا اسوي رتويت الكلام ابو هداه، الله يبيض وجهك، لكن يا طول عمر السلامه تعقيبا لكلامك انك تقول راكان صرح انه معه جوال، انا ما صرحت اني سلمت الجوال عقب كلام ابو عبد الله. اي وكان ايه يعني كان في جوال، بس عشان عمر ما يقول ما كان معنا، كان في جوال سابق. عمر يدري بالسالفه هذه، كلنا يدري فيها على فكره. اي خلاص يعني راس الهرم يدري بعد. اي خلاص عشان نتفق، كان في جوال وسلم. كان في جوال قبل كم انت تتكلم؟ انت قاعد تفتح مواضيع قديمه، ملفات قديمه. اي قبل 6 ايام. طيب سلم خلاص، انتهت القضيه، ليش نرجع ليش ما رجعنا لها؟ لا انا ما رجعت لها يا عمر، ما رجعت لها. احنا نوضح سالفه انك انت تقول في البدايات لما نضغط، لما كنتوا تضغطون كان في جوال، بعدها الان احنا معكم، انا معكم ترى الان اليوم انا وعلي في صفكم. ما في دليل إيه؟ انا اقول شوف، ما في دليل ما تخصم، ما في دليل ما تخصم. من حقك تسال، من حقك تتهم يا فالح، من حقك تدردش، لكنك تخصم انا علامه استفهام كبيره، لان ما في دليل. سؤال هنا، هل الفالح الدوسري حقيه الخصم والتطليع البرايم؟ هنا السؤال اساسا ما له حقيه بفقره عند الاداره، عند الاداره. انا والله ما اقدر افتيك. لا 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 والله ما له حقيه في خصم، اللي وصلني ما له حقيه لكن عند الاداره. خلينا نكمل ركان بس عشان تكمل بس نقطتك وننهي اللقاء. ما اسمك ابو عبد الله؟ اقول كمل، باقي عندك شيء بتكمله؟
والله انا قلت لك عاد الكلام اللي عندي ابو عبد الله، وانت على ما قال لسان الحق وتعد الحق، وشكرا لك لوقفتك معنا. احنا اليوم معكم بكره ترى ضدكم، يعني عشان تكون بالصوره احنا مع الحق. انت وجهك واحد، ما هو انا اقول لك كل يوم مع حد. لا لا ما نسقط على احد يا ركان، ما ودي نسقط على احد. انا اقول لك وجه، انت لك وجه واحد، وانت عارف ان احنا انظلمنا في الموضوع هذا، وان شاء الله وان غدا لناظر يقل. مهما زاد الظلم ومهما زاد الظلم ومهما زادت الضغوط ومهما صار حدث ما حدث، احنا ما جينا هنا ثلاثة شهور، بداية شهرين، وتركنا عيالنا وتركنا أهلنا علشان نطلع بصورة سيئة للجمهور. الجمهور حاط فينا أمل كبير، وبإذن الله نقدر هالقوة. عمر في نقطة بس يا عمر، يا جبل إن شاء الله ما يهزكني. بس نعم، في نقطة يا عمر ممكن أسألك فيها. عدم موافقتك على أنك تصير معاول للعمدة اللي طلبك خويك نايف الأكلي. والله ثم والله وبالله وتالله النايف إنه يأمر على هذه وتفدى. طيب هذا عدم احترام للفقرة. لا والله لا، كان يدري والله. نايف على العين والرأس، أخو ومعلم وعودنا الكبير في البرنامج الله يطول عمره، ورجال اللحية الغانمة. ولا أدري لو أدري النايف هو اللي مختارني كان حبيت خشمه وتعذرت منه، لكن الأسلوب اللي حصل أمس يطلع الرجال من طوره. طيب قبل أطلع بس أنا عندي مقطع. اليوم تواصلت مع مسؤول المتسابقين وحصلت منه على تصريح حول المقطع، وبيعلق على اللي صار البارح، اللي هو طلع نفس المقطع بيعلق. شو رايكم نسمعه؟ طيب أبغاك تسمعونه، وكذلك استاذ علي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم الله بالخير. أبدخل في الموضوع مباشرة. الشباب فسروا الفيديو بطريقتهم الخاصة، وحتى لو اختلفت القصة عما في بالي، وصراحة أحب أهنيكم أنها عدت على خير. في الفيديو هل أنا كنت شاك في عمر أنه مع جوال؟ نعم أنا كنت شاك فيه. هل الفيديو أو أنا شفته مع الجوال؟ ما شفته في ذيك اللحظة، والكاميرا ما بينته. عدت على خير فعلا، بس يا شباب لا أحد يستعجل على رزقه، والخير جايكم والأيام بيننا إن شاء الله. إن فعلا ما معكم جوال فأعتذر لكم، وإن كان معكم جوال فهي مسألة وقت فقط لا أكثر. الوقت اللي أنت نايم فيه أنا صاحي فيه، الوقت اللي أنت قدام الشاشة فيه أنا قايم وقاعد أفتش وعندي عيون وكاميرات بكامل المنتجة. ففعلا هي مسألة وقت فقط لا أكثر، بيبان كل شيء إن شاء الله. محقق كنان ناويهم يا علي يهدد. أنا أحس حتى شوف دقيقة بس، أحس حتى أيمن صار يستفز المتسابقين. يعني ما أدري ليش كل شوي ينصدم بواحد، حتى أيمن من المتسابقين. مسألة وقت، مسألة يا كريستيانو، وش اللي مسألة وقت؟ ما إيش بكم كل واحد يفتي من راسه هنا؟ ما في مرجعية في الموضوع، ما في أحد هنا يفصل موضوع الحق على الباطل عن الموضوع. أنت خلاص أنت تمر هنا، ما راح تصير حالة، خلاص تمر، ما الله كتبك إنك أن خلق تمر، ما راح تصير حالة، أنت الموضوع ما راح تصير موية بعد شوية. فخلاص يعني مسؤول متسابقين، انت مقدم فقره، مقدم فقره، لن تصير الشيف ابو علي. يعني الحمد لله انك لا تستبعد هنا في البرنامج. والله يمكن بكره بس الله. شوف احنا خلينا نعلق، هذا شهاده براءه للشباب، وشوفوا على الهواء والله العظيم ليس اتفاقا ولا شو ولا اتفقت مع احد. هذا المقطع حصلت عليه بطريقتي لاظهار الحق فقط للشباب وللجميع، وانا احلف عليها وانا صادق. الله يبيض وجهك. والله حضوركم مكسب، ونتمنى منكم يعني اليوم اللي صار العصر صراحة إضافة، لكن اللي ما حبينا منكم ونبي نوصل لكم لابد من تقبل القرارات حتى لو ما عجبتكم يا شباب. بإذن الله يا أبو عبد الله. شكرا. بالله يا أبو عبد الله دقيقة، في بيت مختم به، تفضل ركام. يلا تفضل. يقول الطيب يبقى والخسارة بالأعمار، والرجل لو الطيب وش ينبغى. صح لسانك. شكرا لكم.